سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء على الأحداث لهذا اليوم أبدأها من فلسطين، حيث اقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال بدعوى إحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل، واعتدوا على المصلين والمرابطين. من جانبها دعت الفصائل الفلسطينية إلى النفير والدفاع عن المسجد الأقصى حتى صلاة عيد الأضحى المبارك، في ظل حديث عن اقتحامات جديدة خلال الأيام المقبلة. ولوحت الفصائل بالرد عسكريا على انتهاكات الاحتلال للأقصى، وقالت الفصائل إن الاقتحامات المتكررة للأقصى تهدف إلى فرض واقع جديد، محذرة من مخطط يسعى إلى تقسيم الأماكن المقدسة زمانيا ومكانيا كما جرى مع الحرم الإبراهيمي في الخليل. ودعا رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت قوات الاحتلال إلى الاستمرار في تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى. وفي سياق آخر، طالبت القوى الوطنية والإسلامية في غزة برفع قيود إعادة الإعمار وإنهاء الحصار عن قطاع غزة، وأكدت في مؤتمر صحفي أن فشل جهود الوساطة سيفرض على الشعب الفلسطيني خيار المواجهة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن دكتور إبراهيم حمامي الكاتب والباحث الفلسطيني، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من القدس المحتلة السيد جمال عمر الخبير في شؤون القدس. أرحب بكما. لو بدأت معك سيد جمال عمر من القدس المحتلة، ما هو هدف الاحتلال من تكرار وتكثيف الاقتحامات للأقصى في الآونة الأخيرة؟ حياكم الله والمشاهدين الكرام. أخي الكريم، ما من شك أننا أمام حكومة أصلا هي ضعيفة وساقطة قبل تكوينها، وهي معتدية، وهي يمينية أكثر من نتنياهو نفسه، وهي تسعى لتثبيت وترسيخ أقدامها، ولكن هيهات دون فائدة. كل هذه الحكومة بكل قواتها المسلحة قامت باقتحام مسلح، وهذا الاقتحام بالأسلحة الرشاشة وأسلحة فتاكة، والمستوطنون أنفسهم مسلحين. تخيلوا، هذا عدوان عسكري على الأقصى، وبالتالي هذا انتهاك الصارخ جاء لتقوية هذه الحكومة الفاشلة الفاجرة. وفي نهاية المطاف، كل هذا الحشد من 80 منظمة يهودية يمينية متطرفة ومعها الحكومة بكامل أذرعها، لم تفرز سوى 1300 واحد من فقط القوم، جاءوا ودنسوا الأقصى. ولا تستغربوا أنني كنت أول من ناشد فصائل المقاومة بعدم الرد وعدم إفساد يعني هذه الساعات المباركة في الأقصى وإنهاء فلسطين بمعارك جديدة في وقت يعني نريد فيه أن الاقتصاد أن يعني أن لعله يتعافى قليلا في القدس أو في الضفة أو في 48 أو في قطاع غزة أولا، ثم أن الاقتصاد عندما يتعافى سوف يكون جزء من معادلة الإعداد. المواجهة قادمة، لا نريد الاحتلال أن يحدد لا زمانها ولا مكانها. هذا التفكير الاستراتيجي يتطلب الصبر، ويعني لعلنا نقول العض على الجراح يعني، والصبر إلى أن يحين الوقت الذي يتلقى فيه هذا السقيطة، هذا المعتدي الآثم بنيت يتلقى الرد الذي سيستحقه. نعم. لكن ليس هو من يفرض المعادلة ويفسد على الناس عيد الله الأضحى المبارك. طيب. نعم. طيب دكتور إبراهيم حمامي، يعني حكومة ضعيفة برئاسة بنت، كيف تقرأ هذا الموقف لبنت الذي دعا المستوطنين وقوات الاحتلال إلى تكرار هذه الاقتحامات ودعا قوات الاحتلال إلى حماية هذه الاقتحامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخ زياد وضيفك الكريم من القدس المحتلة ولكل مشاهدين الكرام. حقيقة ما سمعناه خلال الأيام الماضية في 48 ساعة الماضية من بنت تحديدا، الذي يحاول أن يرسخ معادلة جديدة سواء في التعامل مع قطاع غزة أو في التعامل مع الملف المقدسي، هو يحاول إثبات بأنه أقوى من نتنياهو ويستطيع أن يحقق أكثر من نتنياهو، أنه يميني متطرف أكثر من نتنياهو، ولذلك صدرت مجموعة من التصريحات. اليوم يتحدث عن تكرار هذه الاقتحامات بحماية الجيش الإسرائيلي وأوصى بتنفيذها وتكرارها، يتحدث بأن المنطقة منطقة المسجد الأقصى هي ملك لليهود وسيسمح للمسلمين بالصلاة فيها، يتحدث بأنه أنها عاصمة دولتهم المزعومة وبالتالي يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءوا، يدعم بشكل كبير جدا المجموعات المتطرفة اليمينية لاقتحامات الأقصى. بالأمس
قاموا بالاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في باب العمود وأخلوا منطقة باب العمود حتى يقتحمها مستوطنين. اليوم حدث نفس الشيء في المسجد الأقصى، ووجدنا ورأينا جميعا بالصوت والصورة الاعتداء الآثم حتى على العزل من النساء بشكل جنوني هستيري وحشي من قبل جنود الاحتلال المجرم. هذه كلها تثبت أن معركتهم الآن أصبحت مفتوحة وواضحة للسيطرة على المسجد الأقصى. هي محاولة متكررة ليس منذ اليوم، منذ احتلال المسجد الأقصى في عام 67 حتى اليوم، لبسط ما يسمونه بالسيادة عليه ومحاولة القول بأنه ملك لهم. ولكن الذي أحبط كل المحاولات خلال السنوات الماضية، قرابة 40-50 سنة الماضية، والذي يحدث اليوم في حي الشيخ جراح وباب العمود وفي كل منطقة مقدسية حقيقة، من ثبات المواطنين المقدسين، من تضامن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في الداخل، في الضفة، في غزة، في الشتات، في كل مكان، يثبت أن هذه المعركة لا يمكن أن يفوز أو ينتصر فيها الاحتلال. نحن أصحاب حق وهذه المنطقة لنا. بنت يحاول فرض معادلة جديدة، ولكن هو ينسى كما قال ضيفك الكريم بأنه يرأس حكومة ضعيفة جدا تستطيع يمكن أن تسقط في أي لحظة. اليوم رد عليه حتى بغض النظر عن رأينا في رعام وعباس منصور وغيرهم، لكنه كان واضحا قال أن المسجد ملك للمسلمين وليس كما يقول بنت، وأن تصعيد الأمور في المسجد الأقصى وفي القدس تحديدا قد يتسبب في يعني انهيار التحالف القائم بشكل كبير جدا وبأسرع من المتوقع. طيب سيد جمال عمر، قلت قبل قليل بأنك ناشدت الفصائل الفلسطينية بعدم التدخل لعدم إفساد فرحة العيد. في ظل ذلك إذن ما الخيارات الفلسطينية سواء شعبيا أو فصائليا في ظل هذا التصعيد من قبل الاحتلال حيال الأقصى؟ نعم أخي الكريم، يعني كما قال ضيفك الكريم الأستاذ إبراهيم حناني بالضبط، هو الفعل الشعبي، هو الفعل الميداني، هو الرباط منذ 50 عاما. هذا واجب مقدس على كل من يستطيع الوصول للأقصى وليستطيع الجميع الوصول. لماذا يعني فقط يقف أبناء القدس وحدهم أو أبناء فلسطين 48 الذين وصلوا؟ لماذا لم تشتعل مدن الضفة؟ وبالتالي من هذا الموقف الآن الذي صمتت فيه صواريخ المقاومة موقف في منتهى الحكمة والاستراتيجية، حيث أن نحن رصيدنا من الصواريخ موجود وأنتم فرجونا مراجلكم في رام الله وفي نابلس وفي الخليل وفي جنين، فليهبطوا للشوارع ولتهبط عمان بكاملها حول وكر سفارة الكيان الصهيوني، وكذلك القاهرة حول وكر العمالة في القاهرة. هذا هو الأسلوب الذكي في دفع الآخرين لأن يكونوا جزء من معادلة المواجهة مع المحتل. وبالتالي سمعنا ردا تركيا ومصريا وأردنيا، صحيح باهت بعض الشيء لكنهم تحركوا ولو قليلا. هذا هو المطلوب حاليا في الميدان. هنا الشعب صامد وثابت ولا يقبل مطلقا بأن يعني المعادلة التي شرحها الأستاذ إبراهيم، لا يمكن أن يقبل بمعادلة جديدة بعدما صفعت المقاومة الاحتلال صفعة مدوية وحققت انتصارا في 11 يوم وجعلت 5 مليون صهيوني تحت الأرض في الملاجئ. لا يمكن إطلاقا بعد اليوم أن تقوم لهم قائمة، خلاص يعني المقاومة أدخلت الرعب في قلوب الصهاينة ولا يمكنهم بعد اليوم. 53% حسب استطلاعات الرأي، حسب برنامج إسرائيلي لاستطلاعات الرأي لدى الجمهور الإسرائيلي، 53% قالوا لا نشعر بعد حرب 11 يوم على الإطلاق بأي أمان في هذه البلاد. خلاص الصهاينة مهزومين أصلا معنويا وداخليا، وليس عليهم أن يفرضوا علينا لا وقت المعركة ولا زمانها ولا أسلوبها ولا تكتيكاتها. أشكرك جزيلا سيد جمال عمر الخبير في شؤون القدس، كنت معي عبر الهاتف من القدس المحتلة. دكتور إبراهيم حمامي، اليوم ما المطلوب فلسطينيا على كافة الأصعدة بما فيها على صعيد السلطة الفلسطينية والفصائل وشعبيا أمام هذا التصعيد من قبل الاحتلال؟ أستاذ زياد، كل شخص منا مسؤول وكل شخص عليه مسؤولية مهمة جدا بإبقاء الأقصى والقدس والقضية الفلسطينية بشكل عام حية في قلوب وعقول وضمائر كل أحرار العالم. بمعنى التصعيد الإعلامي، مواجهة أكاذيب الاحتلال، فتح ما يقوم به الاحتلال، ما شاهدناه في معركة سيف القدس الأخيرة من تضامن عالمي غير مسبوق خاصة في الدول الغربية، كان سببه الرئيسي أن الجيل الجديد الشباب الجديد في الغرب لا يستقي معلوماته لا من CNN ولا من CNBC ولا من الإذاعات التقليدية المنحازة بالكامل لرواية الاحتلال، ولكن يستقيها من مواقع التواصل الاجتماعي ومن التواصل المباشر مع الحدث على الأرض من قبل الفلسطينيين وغيرهم. يعني الشعب الفلسطيني في تلك المعركة في الخارج وفي الداخل الذي لم يكونوا في ميدان المعركة المباشر
قاموا بعمل إعلامي توعوي رهيب جدا، رائع جدا بالتعريف بما يجري، ووجدنا ولذلك وجدنا هذا التضامن، الاستمرار في ذلك الأمر. كما تفضل ضيفه الكريم، كل معركة وكل مواجهة لها أساليبها وتكتيكاتها ومعادلاتها وما يمكن استخدامه فيها. الصواريخ قد تصلح في وقت معين ولكن قد لا تصلح في وقت آخر، ولكن بالتأكيد أن هناك قراءة لما يجري من أحداث. في بعض الأحيان ربما التدخل من هنا أو من هناك يفقد الزخم الشعبي المطلوب، وهذا ربما ما قصده ضيفك، ولكن لا يعني أنه ضد المقاومة، ولكن حقيقة كل شخص منا مسؤول في إبقاء هذه القضية حية. في الداخل الفلسطيني تسألت عن السلطة، أنا حقيقة لا أعول كثير عن السلطة، لأن حتى هذه اللحظة تصمت صمت القبور. التصريحات لا تعني شيء، أن تقول أنك تندد أو تستنكر أو تجب أو تدين هذا لا يعني شيء على الإطلاق. المطلوب فعل على الأرض. ما الذي يقوم فيه السلطة على الأرض حتى الآن؟ هل وجهت الفلسطينيين إلى مناطق القدس للدفاع عنه؟ هل هناك أي أحد من العشرات الآلاف الذين يحملون بطاقات الفي آي بي توجه لبيت المقدس إلى الأقصى ليكون هناك مع المرابطين فيه؟ هل هناك أي إجراء فعلي على الأرض لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والتعامل معه؟ حقيقة كل كلام بلا أي فائدة، لا لون ولا طعم ولا طعم ولا رائحة له، هو مجرد رفع عتب. لكن حقيقة الأمر أن السلطة لا تفعل شيء على الإطلاق، بل أنها تمنع أبناء الضفة الغربية مواجهة الاحتلال في مواجهة حقيقية مشروعة بكل شرائع الأرض، يعني قوانين الدولية وغيرها، أن احنا شعب تحت الاحتلال يحق لنا أن نواجه الاحتلال بكل أساليب المشروعة المنصوص عليها بما فيها استخدام القوة. هذا بند 51 في ميثاق الأمم المتحدة. نحن لا نخترع شيء جديد، ولكن للأسف الشديد هناك محاولة لمنع هذا الأمر حتى لا يكون هناك تصعيد. الشعب الفلسطيني مطالب بالتصعيد ضد هذا الاحتلال دفاعا وحماية للمقدسات والحقوق الفلسطينية، وهذا دفاع مشروع عن النفس لا يوجد فيه أي شبهة إرهاب أو عنف أو غيره. نعم. كما يحاول البعض أن يصوره. نعم، وبسبب انتصار الرواية الفلسطينية مؤخرا في خلال معركة سيف القدس، اليوم نحن نشهد حرب في وسائل التواصل الاجتماعي، تضييق على المحتوى الفلسطيني تحديدا، وبالتالي إلى أي مدى هو يعني وسائل التواصل الاجتماعي تحاول أن تتدارك تلك الفجوة التي أدت إلى انتصار الرواية الفلسطينية؟ كلامك صحيح جدا أستاذ زياد. حقيقة الحرب على الرواية الفلسطينية لم تبدأ اليوم ولم تبدأ في معركة سيف القدس، ولكن بدأت قبل سنوات. عشرات بل مئات المواقع الفلسطينية التي تتبنى الرواية الفلسطينية، سواء على مواقع السوشيال ميديا نعم. يبدو فقدنا دكتور إبراهيم حمامي. مشاهدينا، أنتقل إلى قطاع غزة، وينضم إلي من هناك السيد سليم الشرفة الكاتب والإعلامي. أرحب بك سيد سليم. الفصائل الفلسطينية هددت دولة الاحتلال بالتصعيد العسكري أو بخيار العمل العسكري في حال استمرت بالتصعيد في المسجد الأقصى المبارك. إلى أي مدى هذا التصعيد يمكن أن يقود هذه المرة إلى تصعيد عسكري بالفعل؟ نعم، حياكم الله، أهلا بك أستاذ زياد وبالضيوف الكرام في هذه الحلقة، وكل شكر لكم على هذه التغطية المتواصلة لكل ما يحدث في فلسطين والمسجد الأقصى وقطاع غزة. حقيقة الفصائل الفلسطينية منذ انتهاء معركة سيف القدس كان لديها قرار واضح أن ما قبل هذه المعركة ليس كما بعدها، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول العبث في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة من خلال الاقتحامات اليومية، سواء كانت اقتحامات فردية أو اقتحامات جماعية كما كان سيحدث اليوم، أو الهدم في أحياء مدينة القدس، الفصائل هددت وقالت أنها لن تسمح لدولة الاحتلال أن تعود بهذه الخطوات إلى الوراء، إلى ما كانت عليه الأمور قبل معركة سيف القدس. الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية حماس لديها قرار واضح بأن الأحداث التي كانت تشهدها مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان المبارك وما قبله لن تسمح هذه الفصائل لدولة الاحتلال أن تعود بنا إلى الوراء وأن تكمل مشوارها التعسفي ومشوارها العدواني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس. لذلك الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة كل الخيارات بالنسبة لها مفتوحة للتعامل مع كل الأحداث التي تحدث في مدينة القدس المحتلة، ولكن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة طبعا تتعامل في هذه المسألة وفق استراتيجية واضحة
وهي أنها طبعا تتابع ما يحدث في مدينة القدس أولا بأول، وتقوم برصد الحالة أولا بأول، وبناء على ما يستجد من أحداث وحول كيف يمكن أن يتم تقييم الواقع والوضع في مدينة القدس، فإنه يكون هناك قرارات حسب هذه الحالة. حتى هذه اللحظة هناك شبه يعني إجماع فصائلي أن ما يحدث في مدينة القدس المحتلة، سواء مسيرة الإعلام التي حدثت بطريقة خجولة وبطريقة ضعيفة قبل أسابيع، أو هذا الاقتحام الذي حدث اليوم في باحات المسجد الأقصى، أو الإجراءات التي تقوم قوات الاحتلال باتخاذها في مدينة القدس، كل هذه الأحداث ما زالت حتى هذه اللحظة تدلل على أن حكومة الاحتلال فهمت الرسالة بشكل واضح، عندما لم تكن تتوقع حقيقة أن تبدأ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في شهر رمضان المبارك بالاستهداف المباشر للقدس وتل أبيب والمدن الكبرى في دولة الكيان الصهيوني، ردا على ما تقوم به دولة الاحتلال في مدينة القدس. لذلك الرسالة أصبحت واضحة، الفصائل لديها استعداد للتعامل مع هذه الحالة في حال قام الاحتلال بالمزيد من الإجراءات التعسفية وإجراءات الهدم والاقتحام في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس المحتلة، ولا يوجد للفصائل شيء نخسره في ظل هذا الصراع الذي ما زال حتى هذه اللحظة مستمر مع الفصائل الفلسطينية. ولكن سيد سليم، يعني في النهاية دولة الاحتلال أقامت ولو بشكل خجول أقامت مسيرة الأعلام المزعومة، واستمرت باقتحامات المسجد الأقصى وربما بشكل أكثر كثافة، وتتعنت حتى اليوم في قضية إعمار قطاع غزة، وبالتالي يعني ألا يخشى بأن يقوض كل ذلك يعني ما حققته عملية سيف القدس؟ نعم، حقيقة في قضية مهمة هنا نريد أن نشير إليها ونتحدث عنها، وهي أن ما حدث في معركة سيف القدس كان هناك حكومة برئاسة نتنياهو، أما تبعات معركة سيف القدس فهي الآن في حكومة يرأسها نفتالي بنت، وهناك حقيقة مفارقة كبيرة، وهي أن نتنياهو كان قد فهم اللعبة مع قطاع غزة، وغزة أفهمته كيفية التعامل معها، لذلك شهدت فترة السنوات الأخيرة فتح للمعابر، تخفيف الحصار عن قطاع غزة، إدخال أموال المنحة القطرية، وحتى ما بعد معركة سيف القدس نتنياهو فهم الرسالة بشكل جيد في التعامل مع قطاع غزة وربط فلسطين كنقطة جغرافية واحدة لا فرق بين غزة والضفة والقدس. أما الآن ما يحدث الآن هي لعبة السياسة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي أن هذه الحكومة الجديدة التي يرأسها بنت تعتبر حكومة ضعيفة للغاية، حكومة لا يوجد لها تأييد حتى في الشارع الإسرائيلي وحتى في البرلمان، هي حكومة قائمة على عضو كنيسة واحد إذا قال لا أريد هذه الحكومة فإن الحكومة تحل وتذهب أدراج الرياح. لذلك الآن القضية اليوم في مجملها هناك معاناة مع هذه الحكومة الجديدة التي تحاول بين قوسين فرض عضلاتها على شعبنا الفلسطيني، وتحاول أن تقول أنها تختلف عن حكومة نتنياهو، أنها قادرة على اتخاذ إجراءات لم يكن نتنياهو قادر على اتخاذها، مثلا عودة الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر وربط إعادة إعمار قطاع غزة بعودة الجنود الأسرى الذين أسروا نتيجة معركة وأسروا خلال معركة مع قطاع غزة، أو الإجراءات التي تتخذ اليوم في القدس. وأنا أقول أنه صحيح أن هناك مسيرة للإعلام تمت في القدس، وصحيح أن هناك اقتحامات في مدينة القدس، ولكن من خلال متابعتنا الدائمة لأحداث المسجد الأقصى المبارك خلال السنوات الماضية هذه المسيرات تتم بشكل خجول، هذه المسيرات تتم حتى يقول الاحتلال أنه لم يوقف المسيرات ولكنه أتمها. ولكن لو أردنا أن نجري مقارنة بين مسيرة الإعلام قبل سيف القدس وبعد سيف القدس سنجد أن هناك اختلافا كبيرا حتى في هذه الاقتحامات التي تمت اليوم، يعني حجم الدعاية والهالة الصهيونية التي قيلت خلال الأيام الماضية حول هذه المسيرة التي ستكون اليوم في ذكرى الهيكل، الجميع اعتقد أنه سيكون هناك عشرات بل مئات الألاف الذين سيقتحمون المسجد الأقصى ويمكثون فيه، ولكن كان هناك بضع مئات اقتحموا المسجد الأقصى ثم غادروا بشكل سريع، وكأن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تتعامل مع هذه الحالة على أنها لا تريد أن توقف هذه المسيرات حتى لو قال عنها ضعيفة، وفي نفس الوقت لا تريد أن تذهب بهذه المسيرات لأن تصل بها إلى مرحلة التصعيد مع قطاع غزة، لأنه الرسالة في النهاية وصلت، غزة أصبح الآن لديها قرار أنه لا يمكن السكوت عما يحدث في مدينة القدس، ولن نسمح باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالطريقة المفتوحة التي كانت سابقا، حتى أنه يقال أنه هؤلاء الذين يقتحمون الأقصى مدفوعي الأجر، يدفع لهم أجرا على هذا الاقتحام. على كل حال سيد سليم، يعني الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أكدت بأن توقف أو جمود
إعادة إعمار قطاع غزة قد يؤدي إلى خيار المواجهة بالشعب الفلسطيني. نعم. اليوم ما هي خيارات الفصائل، وهل يمكن بالفعل أو هل هناك مخاوف ربما من أن يؤدي هذا الجمود وتعنت الاحتلال في عودة المواجهة معهم؟ هو يعني هي ليست توقع، هو هناك إجماع من قبل الجميع أن استمرار الاحتلال في رفض الإعمار وفي استمرار الإغلاق وإحكام الإغلاق والحصار على قطاع غزة، لا يوجد خيار أمام الفصائل الفلسطينية بعد خيار إعطاء الفرص الذي هو متكرر منذ انتهاء معركة سيف القدس للوسيط المصري وغيره من الوسطاء والأمم المتحدة، بعد هذا الوقت الذي منح وربما يمنح لوقت قليل جدا وهو مرحلة إعطاء الفرص من أجل الضغط على الاحتلال لإنهاء هذا الحصار وعدم ربط موضوع إعادة إعمار قطاع غزة بقضية الأسرى، أعتقد أنه نحن فعلا إذا استمر الاحتلال في هذا التعنت وفي هذا الرفض لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وخصوصا فيما يتعلق بالبدء الفوري بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من بنى تحتية وعمارات سكنية للمدنيين في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، أعتقد أننا ربما نذهب بشكل فوري إلى البدء بالإجراءات الخشنة على حدود قطاع غزة مثل إلقاء البالونات الحارقة، ربما البدء الفوري بتفعيل مسيرات العودة التي كانت تقلق الاحتلال، ربما الذهاب أيضا إلى موضوع الإرباك الليلي على حدود قطاع غزة. هذه الإجراءات ربما تذهب بنا بشكل أكثر سرعة نحو ربما مواجهة عسكرية. لماذا؟ لأنه مثل هذه الإجراءات أيضا هي من التحديات التي وضعها بنت أمام حكومته، فهو يتعامل الآن مع قطاع غزة كل بالون حراري مقابل إطلاق سيقوم مقابله بإطلاق صاروخ أو قصف موقع في غزة، ولكن أعتقد المرحلة القادمة التي تنتهي فيها الفرص ربما فعلا تكون الفصائل التي صمتت ولم تطلق صواريخ خلال المرحلة الماضية رغم أن الاحتلال أطلق صواريخه على قطاع غزة، لكن أعتقد أن الفصائل في المرحلة المقبلة ربما تذهب إلى مرحلة وخيار التصعيد العسكري، ربما يكون في البداية تدريجيا كإيصال رسائل أو الضغط أو إعطاء الفرص للوسطاء من خلال ضغط عسكري بسيط، وربما هذه الأمور تتدحرج بشكل كبير لأنه كما قلت هناك إجماع في قطاع غزة، الفصائل كلها الآن أصبح لديها قرار لن نسمح لإسرائيل بالاستمرار في تعطيل إعادة إعمار غزة وفرض الحصار. يعني تخيل أخي الحبيب أنه نحن الآن الحصار الذي كان مفروض على قطاع غزة منذ عام 2007 أرادت حكومة بنت الآن أن تبدأه من جديد، وكأننا نريد أن نعود 15 عاما إلى الوراء حتى لا نجد في قطاع غزة ما يؤكل ويشرب ويلبس. هذا الحصار لا يمكن اليوم أن تسمح أو تسمح فيه غزة بعدما صنعت معادلة معركة سيف القدس وبعدما تمكنت من انطلاق قوة عسكرية حتى تواجه هذا الاحتلال، يمكن أن تسمح لإسرائيل بأن تلعب هذه اللعبة وتستمر في حصارها، ولكن كما قلت ستعطي فرص ثم بعد ذلك ستنتهي هذه الفرص ويكون الخيارات فقط خيارات الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني بأي وسيلة تملكها المقاومة. أشكرك جزيلا سيد سليم الشرفة الكاتب والإعلامي، كنت معي عبر سكايب من قطاع غزة.